قال رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أشرف سلمان إن مهرجان العالمين له دور رئيسي وهام في الترويج للاستثمار في الساحل الشمالي ودعم التنمية السياحية. من جانبه قال عمرو الفقي رئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن هناك تعاونا مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنجاح المهرجان وإظهار صورة مشرفة للعالم. إطلاق أي فعاليات على أرض العالمين وعلى أرض مصر بتحمل في طياتها سياحة، ثقافة، تاريخ، بتحمل في طياتها مفردات كثيرة جدا جدا. وهنا هرجع للتاريخ، هرجع لأن مصر تستحق أن تكون الوجهة الرئيسية والمقصد الرئيسي للسياحة الدولية. يمكن زميلتي قالت أن احنا السنة دي وصلنا ل 15 مليون سايح. احنا إن شاء الله نبغي مع القيادة السياسية والخطة المستدامة ل 2030 أن نصل إلى إن شاء الله ما يفوق ال 50 مليون سايح. هو ده اللي مصر الحقيقة تستحقه، هو ده اللي مصر المفروض تشتغل عليه، وهو ده اللي منظومة العمل الكاملة بتشتغل وتسعى لأنه هو يكون موجود. صناعة المهرجانات عالميا هي محرك أساسي لتنشيط السياحة، وهي محرك أساسي للترويج للمدن الجديدة. مهرجان العالمين العام الماضي وفر عشرات الآلاف من فرص العمل الموسمية للعمال والمتخصصين في عدد كبير من المجالات. حضر نسخة السنة اللي فاتت حوالي مليون زائر داخل وخارج، من داخل وخارج مصر، لنحو 69 فعالية.